السلام عليكم. كيف الحال؟ طيبين؟ مين أول واحد شافني بالثوب؟ كيفني؟ وأنا مواطن صالح، ها؟ مو كشخ أفضل كذا؟ أعطونا دقيقة بس نشغل البث في الانستغرام إذا سمحتوا. طيب نشوف. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بلا كرة ذهبية بلا كلام. أقول لك في كلام مهم اليوم. تقول لي كرة ذهبية؟ الكرة الذهبية تتكرر مرة في السنة. البث كم يتكرر في الأسبوع؟ كيف أموركم؟ طيبين؟ عشان الكرشة مبينة. تبغى تشوف الكرشة؟ طيب حياكم الله جميعا، يا هلا ومرحبا. ما في كرش لا تخافون، بس انا لما البس الثياب والبس الشماغ وكذا يصير شكلي زي اللي يجون في دعاية الدفة والشياكة. طيب تيرن اوف كومنتينج، معليش انا بسوي هايد للتشاتنج، انتم تشوفون كلامكم البعض، انا ما اشوف كلامي، ما اشوف كلامكم، معليش اسف، عشان كذا مضطر اني ابدا مباشرة. طيب وعدناكم اليوم احنا ما نتكلم في السياسه، بس في امور صارت مستجدات، بس نعطيكم عليها انطباع سريع جدا. حاسس اني ماني عارف اجلس اتحرك، احاول قدر المستطاع اني اخذ نفس. ايش اللي هنا؟ دقيقه، هو حركات حاطين حق القلم. طيب تمام. طيب باختصار شديد اللي ابغى اقوله لكم انه امس تقدمت برفع دعوه قضائيه. قبل ما نبدا نخش في المواضيع الاخرى، تقدمت برفع دعوه قضائيه ضد شركه اسرائيليه. الشركه الاسرائيليه هذه طبعا كلام مش كلام، الان احنا رافعين قضيه، دفعت لها الحكومه السعوديه مبلغ وقدره ممكن 55 مليون دولار عشان اختراقات جوالات. من بين الجوالات المخترقه جوال العبد الفقير الى الله. يعني واحد يقول ما ترى والله تسولف انت تكذب علينا، ما حد اندرى عنك، ما هذا اللي صار. وفي ادله وفي اثباتات، الان القضيه صارت في المحاكم. يعني سالفة انه انت تحلم انت تتوهم انت كذا، هذا كلام فاضي، انتهى عدينا منها. الان في قضية مرفوعة، ثبتت عليك التهمة وهي ثابتة، بس كيف بيجدوا لهم مخارج منها؟ ممكن يقولون احنا نعتذر، احنا نقدم كذا، ممكن نلغي اتفاقياتنا مع السعودية وكذا، او ممكن يدفعون تعويض. اذا دفعوا تعويض حظبطكم، ما عليكم، اذا دفعوا تعويض حدلعكم اخر دلع، تبشرون بالخير. هذه قضية اولى. القضية الثانية ان شاء الله ممكن خلال شهر من الان، في شركه مشهوره عالميه اسمها شركه ماكنزي، السعوديه استعانت بها لتطبيق رؤيه 2030. هذه الشركه ضرتني ايضا، سوت تقرير، التقرير خرج على نيويورك تايمز. قالوا في هذا التقرير انه في اسماء مزعجه، او في اسماء جالسه تثير تعليقات سلبيه في مواقع التواصل. كان في ثلاثه اسماء من بينهم العبد الفقير الى الله. فانا اضطررت اضطرارا الى انه ارفع قضيه على هؤلاء، لانه بعد اللي صار يعني تم اعتقال الأصدقاء، تم اعتقال الإخوة، تم اعتقال شباب، تم اختراق جوالي، تم كثير من الأمور تمت بعد هذا اللي صار. لذلك أنا مضطر أني أقاضيهم أيضا، وأوعدكم برضه إذا طلع تعويض ولا شيء حظبطكم آخر تظبيط. العزوبية اللي يبون يتزوجون، اللي عليه دين، اللي عليه قرض، بس أرسلوا ما عليك، أزهلها، الفلوس تروح وتجي يا جماعة، أهم شيء راحة البال. نخش في الأسئلة. هذا اللي صار. قبل ما صح في تنبيه، في اغنيه للاستاذ جمال رحمه الله عليه تم الانتهاء منها، وتم تسجيلها وتاديتها، والعازفين خلصوا عزف، والناس سوت كل شيء وخلص، بقي تصميم الفيديو فقط. اللي صار، كنت في امان الله في تويتر افكر في هذا الامر. اديكم القصه باختصار شديد. قاعد اخش تويتر اقلب، وشويه استوقفتني قصيده كتبها الدكتور احمد بن راشد بن سعيد، ما ليس يمحى بالاسيد اسم الذي حاز الخلود. فقصيده كانت جدا رائعه. انا والدكتور احمد بن سعيد ترى ما احنا صحبه قوي، يعني كان دائما في بيننا تاتش على قولتهم، لكني اعجبت بالقصيده واستاذنته في ان اغنيها، واذن لي الرجل. وفجاه كذا وانا قاعد بيني وبين نفسي، يعني قلت هذه القصيده يجب ان تغنى وتخلد شيء اشبه بذكرى الاستاذ جمال رحمه الله عليه، لا اكثر لا اقل. فرحب بالفكرة وقال لي حياك الله، والله ماني عارف اقعد بالثوب، اخر مرة اطلع بالثوب. قال لي حياك الله خذ القصيدة، فاشتغلت عليها انا.
تواصلت معه بدأت بيني وبين نفسي أدندن إيش اللحن إيش كذا أركب حاجة. فتواصلت مع فنان مشهور أعتقد أغلبكم يعرفون بس ما بنقول اسمه عشان تركي على الشيخ لا يزعل منه. كيف حالك؟ هو بيني وبينه علاقة. كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ قلت له عندي كلمات في الموضوع الفلاني القصيدة الفلانية وعندي اللحن الفلاني إيش رأيك فيه؟ فعطيته اللحن والكلمات موجودة وبدأت أدندن أشتغل عليه أنا وياه ألين ما وصلنا في نهاية الأمر إلى نتيجة نهائية. قال لي بس ها لا حد يدري إني أنا شاركت في الموضوع مشكورا وما قصر. وفي نهاية الأمر وصلنا إلى هذه التشكيلة الجميلة واكتشفت موهبة جديدة عندي يعني حنستخدمها قريبا ما تخاف. فهذه الأغنية طبعا إيش كلماتها؟ ما ليس يمحى بالأسيد اسم الذي حاز الخلود يا قاتلي إني هنا لو قطعوني بالحديد. هذه بدايتها بدنا تسمعونها كاملة إن شاء الله. ندخل على الأسئلة. نخش على الأسئلة. في أسئلة كثير جدا كانت رائعة ومثيرة جدا. وأنا أشكر الأخ اللي أعطاني جواله اليوم إني أستعمله. سائل كريم يسأل عن الانتشار في الآونة الأخيرة هل هذا الشيء مفيد أو صحي أو ضار؟ لا هو هذا الشيء مفيد وصحي وضار في نفس الوقت. أعرف إنه في ناس منزعجة إنه في ليش هذا الشخص يخرج ويطلع بغض النظر عن أفكاره. في ناس بمجرد إنه في شخص يشتهر أو تنشر له أعمال أو كذا فيصيبها هذه حظوظ النفس البشرية طبيعي جدا يصيبها ما يصيبها من خلجات ومن أمور ومن فعنده مشكلة ما عنده مشكلة مع الأفكار هو عنده مشكلة مع الشخص نفسه. ليش شنبك كذا؟ ليش لحيتك كذا؟ ليش وجهك كذا؟ ليش لونك كذا؟ هذا الشيء ضايقه جدا. في ناس آخرين لا مبسوط إنه لا هذا الشخص شبيه أفكاره قريبة من أفكاري وكذا وتنتشر لذلك هو يدعم هذه الأمور ويدعم مثل هذه السلوكيات والتصرفات ويكون سعيد بها. في ناس أكيد طبعا الحكومة والمطبلاتية أكيد أنهم أبدا ما هم مبسوطين بالوضع اللي صاير وهذا الشيء يزعجهم ويزعجهم جدا إنه كيف هذا الشخص يتكلم ويصير له صوت ويصير له ومقاطع. أكثر شيء يزعجهم إيش؟ مش مجرد أنك تخرج على CNN أو تخرج على جزيرة أو تخرج على BBC لا 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 أكثر شيء يزعجهم إنه كيف يتواصل معك الناس بشكل طبيعي كيف في مواطنين يضحكون معك ينكتون معك مشكلة لأنه كل محاولات الشيطنة باءت بالفشل. حاولوا يقولون هذا إرهابي ما ضبط معهم قالوا أقول لك نضربه في أقصى اليسار قالوا هذا يدعم الملحدين والملحدات ويهربهم من شوف أنا لم أتي إلى شخص يوم من الأيام أقول له إذا تبغى اللجوء الحد أو اعلن إلحادك هذا كلام مو صحيح. لكن حينما يأتيني أي إنسان يطلب مني مساعدة وأنا موجود هنا في كندا يقول لي أنا لا أعلم ماذا أفعل في هذه البلاد أنا جئت هاربا من بلدي مطلوب مني أسمع أقول له سمع جزء عامة أو ما هي أركان الإسلام أو أقول له ما هي الأصول الثلاث أو ما هي أركان الإيمان أو كم عدد ركعات ما لي علاقة فيه ما ليس لي علاقة به. رجل جاء وطلب مني مساعدة سيدة جاءت وطلبت مني مساعدة ما المطلوب مني؟ هل اختبر دينه واختبر أخلاقه واختبر سلوكياته؟ سأقدم له المساعدة التي أستطيع كائنا من كان أفكاره وعقلية رؤية توجه له. لا تقول لي أنت ساعد كذا وساعد كذا. سائل كريم يسأل فهذا هو بخصوص اللجوء وأي شخص يأتي في يوم من الأيام أي إنسان يصل إلي وأكون قادر على تقديم المساعدة سأقدم له المساعدة ولن أسأل عن ميولك وعن أفكارك وكذا ما يهمني وليس علاقة في هذا. جاي انت تطلب انت هارب من عذاب او هارب من جحيم او هارب من كذا ساساعدك بما استطيع. واصل الفكره اتمنى ذلك. قضيه ارهاب وما ارهاب شوفوا غيرها وترجموا تغريدات زياده بليز عزيزي الوطنجيه اعزائي الوطنجيه ترجموا تغريدات زياده شغلكم ماشي يعني انتم في البدايه كنتوا ترجمون تغريدات كنت اطلع على CBC الكندي فقط بعدين ترجمت تغريدات صرت اطلع على صحيفة زيادة الآن CNN BBC واشنطن بوست نيويورك تايمز ايش تبغى كمان سكاي نيوز وول ستريت جورنال فورين بوليسي. انا عارف هذا الشيء يزعجك ويزعلك كثير بس عليك ان تبذل جهود اكبر ماشي حقعد لك الآن انا هنا انت فرغتني من كل شيء انا جالس لكم اليوم ان شاء الله هنا مستمتعين ان شاء الله بما فيه رفعة الأمة والوطن ها نحب وطننا احنا نبغى يكون مرتقي فوق. سائل كريم يقول لي من فين تأكل تشرب؟ أنا طالب كوباك تقدم منحة للطلاب
ممكن تقريبا 3000 بداية الفصل الدراسي، $3000 تقريبا، و $840 شهريا راتب مكافأة للطلاب، وبإمكان الطالب أن يشتغل. خلال الفترة الماضية أنا كنت أتعامل بهذه الطريقة لأني طالب، وهذا يعتبر قرض حسن تقدمه في بعد انتهائك. الحكومة تسامحك ممكن في 70% منه، 75% منه، وترجعه لها. أما المكافأة ما تطلب منك ترجعها، هذا هو الأمر اللي يعني. وما شفت عندي إلى الآن شيء سبيشال مثلا يخلي الواحد يخلي الواحد يقول واو من أين لك هذا. يعني إلى الآن ما عندي يخت، إلى الآن ما عندي هليكوبتر، ما عندي طائرة خاصة، ما عندي سيارة، ما عندي سيارة، إلى الآن ما عندي شيء أملكه في كندا. رغم أنني ولا أحب أن أقول هذا، بس أنا مضطر أن أقول، رغم أنني ابن أسرة ثرية ولله الحمد. والدي رجل أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، فتح الله عليه، صح أنه وش من جماعة الردس لكن الحمد لله الحال مستور جدا. ورغم ذلك أنا لا أستطيع أن أحصل منه على شيء. كل السنوات الماضية لم أستطع أن أحصل من والدي على شيء، حتى لا يقع في ضرر باختصار شديد، حتى لا يكون هناك أي ضرر أو أي إشكالية يصاب بها أهلي. وحصلت لهم إشكاليات وهم لم يدعموني، فكيف لو دعموني؟ واضحة الفكرة. فهذه المسألة باختصار شديد يعني لا أريد أن أخادعكم فيها. ولكن لذلك لما جاني لما تكلمت مع أبو صلاح واقتنع بالمشروع الله يرحمه، وطلبت منه، قلت له أبو صلاح ما عندي فلوس، أنا مفلي أمول، أنا يدوبك قاعد أكل وشرب. قال لي كم تحتاج؟ قلت له ممكن نحتاج هذا البادجت الفلاني. قال لي خلاص احنا ندعم. وما قصر الرجل، من جيبه الخاص دفع. قال لي انا من جيبي الخاص وسأبحث لك عن داعمين، وحرجع لكم في فكرة الداعمين هذه. فلما جاء الرجل قدم 5000، يا رجل تكلمت فيها في كل الصحف، قلت جاتني 5000، جاتني 5000، جاتني $5000، جاتني 5000، كل القنوات العالمية تتكلم انه انا جاني $5000. يعني لم اخبي عنكم سرا، لم يأتي شيء جديد. لكن في الفترة القادمة، في الفترة القادمة ركز جيدا عشان لا أحد يقول أنا ضحكت عليك. لا، الفترة القادمة نعم هناك مساعي مفاوضات كبيرة جدا مع شخصيات تريد أن تدعم، يقولون نحن أصدقاء الأستاذ جمال خاشقجي، تبي تدعمني حياك الله، ريال ريالين مليون مليونين 10 20، ما تفرض علي كلمة واحدة، لا تقول لي غرد بكذا أو صرح بكذا. أنا أتكلم بطريقتي، بالطريقة اللي أشوفها، بالشكل اللي أبغاه، بالأسلوب اللي أحتاجه، لا تفرض علي شيء. مرحبا حياك الله، تؤمن بأفكاري ادعمني، ما تؤمن بأفكاري خلي فلوسك لك، وجزاكم الله خير. وفي ناس وعدت بوعود بهذه الطريقة، فبكرة النهار لما نشوف في تغير شيء ولا شيء، ولما تشوفني ماشي بطائرة خاصة لا تقول من أين لك هذا. ما حنوصل طائرة خاصة، إن شاء الله نوصلها بالحلال في يوم من الأيام. أضف إلى ذلك إنه في نقطة عشان ما أنسى، سالفة إنه واحد يطلع يتكلم، عمر عبد العزيز يطلع يغرد أو يتكلم، وإنه أفكار تقوم على فرد واحد، هذه أعمال لا قيمة لها. أي مشروع يقوم على فرد واحد لا قيمة له، أي عمل يقوم على الفرد الواحد دون عن بقية الأشخاص قد يسقط بسقوط هذا الشخص. هذا الشخص قلوب العباد، العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن، ممكن تلقاه بكرة النهار أكبر مطبل، تلقاني يطلع لك أنا زي ترك الحمد، أجي أقول لك أفضل حاكم في جزيرة العرب محمد بن سلمان، ما تدري، نسأل الله الثبات، الواحد يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. تلقاني يطلع لك زي الفوزان أشبح على الناس اللي ممكن تلقاني زي هذول المطبلين الوطنجية MBS، وحط بدل نتاعته جماعة الوطنجية هذول اللي يحطون MBS وعلم المملكة وأحمر وقلب وسيفين وشوكة ونخلة وزحمة، ترى زحمة، حط لك حرف حرفين الله يرحم أمك أنت وياه، كأن واحد كده قاعد يحط كبسة على معصوب على ربيان على شطة على كاتشب على عسل، مزعج للعين، خففوا، حط لك علم واحد MBS، علم سعودية علم سعودية. أما الزحمة اللي تسوونها في أسماءكم ليش؟ قليل من الذائقة، تشويه للتايم لاين، بليز أرجوكم رجاء، ما هي مشكلة طبل شبح استمر، بس هذه الذائقة مزعجة جدا، مزعجة جدا، قلب أحمر سيفين، قلب أخضر MBS، وش ففي دعم بالفترة القادمة نعم، لكن الله يعلم والله لم يحصل على شيء باستثناء ما قدم أبو صلاح سابقا، وهذه حقيقة. سأل كريم يسأل، قال لي أنت تسترزق على قضية أبو صلاح، ممكن هذا السؤال في ناس ممكن ترى هذا الشيء، بس هنا نقطة مهمة جدا. لما يجيني أخ، في واحد أخ لبناني طالع اليوم يتكلم أنا عندي مشكلة مع الناس اللي جون في الحلقة الأخيرة، أنا كمشت هيدا الزلمة اللي بيحكي اسمه عمر عبد العزيز، وأنا بحبه للملك سلمان، وبقول السعودية فوق فوق. شوف حبيبي انت، هدي لي اعصابك اول شيء، انت جاي في الحلقة الأخيرة يا قلبي، قبل ان يتم قتل
والغدر بالأستاذ جمال خاشقجي رحمة الله عليه في شهر 8 طلعت قدام الناس كلها وتكلمت في مقاطع شاهدتها الملايين. قلت يا جماعة أنا جالس في أمان الله، الحكومة اعتقلت أخواني وأصدقائي. ليش؟ قالوا لأخوي أحمد لما كانوا يمسكونه ويطلعونه يمسكونه يطلعونه، قالوا له قل لأخوك وعند المقاطع. شوف أنا في حاجة تعلمتها، أي تواصل من 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 شخص أبدأ أشكك فيه مكالمة مسجلة، أي شخص أطلع أقابله في مكان ما مقابل نصور صوت وصورة، مش الأشخاص الطيبين الحبايب اللي يجون يقابلوني، لا، لما شخص يتكلم يقول أنا من طرف حكومة أو دولة، لا، أنا أتكون في الصورة. لذلك ما أخذ احتياطاتي تماما، وعندي هدايا للمخابرات السعودية، حاجة يحبها قلبك إن شاء الله تبارك الله. شاهد. فأخوي أحمد يكلمني قال لي عمر أرجوك وقف مشروع النحل. قلت له نحل؟ أي نحل؟ اشتراه. قلت أنا أقول في نفسي إيش عرف؟ قال لي يا أخي أقول لك وقف المشروع، وقف كذا، ما يصير، وقف الأفلام القصيرة. قلت له أي أفلام قصيرة؟ ما في أفلام قصيرة. وأنا ماني داري إن الجماعة مخترقين جهازي وقاعدين يستمعون ويشوفون كل شيء، ما كنت أدري، ما عندي علم. فقعد أجحد، قال لي أقول لك يدرون كل شيء. قلت يدرون كل شيء؟ لا يكون أحد من اللي حولي جاسوس، لا يكون يا أبوي أحد قاعد يسرب عن، طيب لا يكون. في النهاية اكتشفت إنه الجوال كله مخترق، بس هذا اللي صار. فطلعت اتكلمت بعدها، قلت يا جماعة الخير في أوغست، في أوغست قلت يا جماعة الخير أنا في مشروع أشتغل عليه مع بعض الأشخاص اسمه مشروع النحل الإلكتروني لمواجهة الذباب الإلكتروني في مواقع التواصل، مش سر يعني. لك يا قلبي يا روح عيني، لك أنت هلا جاي متأخر والدنيا معجوقة على الآخر، ما يمديك تجي الآن في آخر 5 دقائق وتقول لي أنت كمشت كمشت شو كمشت يا قلبي، أنت أنت دوبك جاي تسجل نقاط على حسابي. هذا تبيع الكلام، هذا تبيع على الوطنجية هناك، هنا ما تجي تبيع علينا. بعدين الاي كيو تبع المطبلين ناقص عن الاشخاص اللي عندهم افكار اصلاحيه وحقوقيه ومعارضه، معروف الكلام ذا. تجد هذا من ضعف الاملاء، تجده من 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 ضعف الافكار والطرح والركاكه، ما حد يقدر يواجه. تجده من تقلب اراء، لان الحكومه الساعه 12 الظهر تقول قطر عدوه، الساعه 1 تقول قطر احسن دوله، فهو يقول قطر احسن دوله، والله كنا نضحك عليكم، والله الحمدين ما في زيكم، عزمي الله ايش الفكر هذا يا عزمي. تخيل السيناريو معايا، لو جات السعودية بكرة قالت تصالحنا مع قطر، يا الله يا في بيصير ضحك ومسخرة واشخاص تتقلب. مو كذا، اول ملك سلمان بنفسه كان يهز عندهم في 2015، مدري 2016 2017، اكتشفوا انهم غدارين من 20 سنة، كيف ما تدري؟ هذا يتفاهم معهم. فقلبت الناس، ناس كانت تروح عندهم وتسوي حفلات واغاني ويجون يجلسون عندهم، والشيخ تميم يا تميم المجد والعز وشيلات وقصائد وتطبيله. والله لو والله الذي لا اله الا هو، لو تعطيني قطر مليار دولار اليوم استحي اني اخرج اطبل بهذه الطريقه. ناس لا في وجوهها حياه ولا حشمه ولا حشيم، قاعد سنين عمرك كلها تاكل من خير الناس اللي هناك وتطبل وتنافق، في دقيقتين قلب رايك، لا انت مرتزق. هذا هو هذا التعريف الحقيقي المرتزق. فهمت الفكره؟ فهؤلاء لا حياء لهم، ما عنده مشكلة. بكرة احنا نحب ايران، قال احنا مع ايران. ترك الدخيل كتب مقال بعد الازمة مع امريكا قضية خاشقجي، قال ما عندي مشكلة اتحالف مع ايران، قال لك انه يبتز الامريكان، هاي عادي عندهم، ما يصير ايران شبح ولا بعبع. لو تصالح وزبطت وضعهم زي ما زبطوا وضعهم، هم الان محتاجين الاخوان في اليمن، احسن ناس اخوان اليمن، ويجون يقابلون محمد بن سلمان وشيوخهم عند محمد بن سلمان ويجلسون مع الاصلاح، حزب الإصلاح اليمني يتعامل مع السعودية في اليمن كمثال. هاي خذ لك هذا البث اللي نبغاه، ما هو سياسي. أنا آسف والله يا آسف، بس يعني لا شعوريا رحت. من الشيء ساخر لكن آسف جدا، اعذروني. أنا حاولت قدر المستطاع. واحد يسأل قال لي عمر أنت كنت تقرأ قرآن وحسرت تغني؟ لا انا من يومي، انت ما تعرفني، انا من زمان عندي مقاطع اقرا في القران وعندي مقاطع اغني فيها، انتشر شيء خرج شيء، هذا مش قضيتي يعني، ولا يعني هذا اني انا جيت وكذا ماني لا اريد ان استمع القران وكذا، لا ما الله بالعكس، احب ان يكون لي حظ ويكون لي نصيب واقرا واستمع وارتل، واحب ان اتغنى حتى بالقران، فلا يوجد اشكال في ذلك يعني. اللي كنت تحبها تزوجت ولا باقي تنتظرك على الاطلال؟ والله سل الحكومه. هناك اعتراضات على وقت البث، يقول لك الساعة 9 الصباح
ابغى البث يكون كيف 9 الصباح؟ مين فاضي لك 9 الصباح يقوم؟ يعني بعض الاسئله غريبه جدا. واحد يقول لي كيف تعلمت اللغه الانجليزيه؟ ما تعلمت اللغه الانجليزيه. في اشخاص اتقنوا اللغه الانجليزيه في المملكه العربيه السعوديه، مو شرط انك تكون في كندا. واللغه الانجليزيه هي على حسب ما تريد منها، تريد ان تكون فيها كاتبا، تريد ان تكون تدرس فيها، تريد اللغه اللي تمشيك سياحه، ايش تبغى؟ او تريد لغه القانونيين، او تريد لغه السياسيين، انت وما تريد من هذه اللغه. يعني عندي احد من اخواتي انا قضت خارج المملكه يمكن سنتين، سنتين وحاجه ممكن، ما شاء الله تبارك الله تحضر دكتوراه الان، فلغتها الانجليزيه هنا هي وانا هنا، وعندها في الايلتس 8.5 من 9 جايبه تقريبا. يعني ممكن انا لو فحط اقعد كمان سنتين زياده في الايلتس ما جبت 8.5 من 9، فاضي انا اقعد اواجه الاختراقات والتسريبات ولا اقعد اتعلم لغه انجليزيه؟ سالفه ذي. لا والله مو فاضي، بس الهمه السالفه، ما هي سالفه فضاء، وانما همه وعزيمه. من يبذل الاسباب لتحقيق غايه ما يصل اليها، اما من يتقاعس ولا يعطي ولا يؤدي، في نهايه الامر يصبح عالي ويصبح متاخر في كثير من الامور. وش راي جماعتك عنك؟ والله ما ادري، اتمنى اني احاول اكون في هدنه معهم هذه الايام. تم طردك من القبيله لسه؟ لا، ما اعتقد توصل لهذه الامور. وحتى لو وصلت هذه الامور يعني يعذرون هم، لانهم يعني قد يتعرضون لضغوط او شيء من هذا القبيل. سائل الكريم هنا يقول، احدهم ينتقص من متابعيك ويقول هم مراهقين ومراهقات. الجيل الذي يصنع التغيير هو هذا الجيل. الاشخاص اللي اعمارهم من 14 الى 35 سنه، هذول هم اللي يصنعون التغيير، هذول هم اللي يقودون التغيير دائما وابدا. وغالبا هؤلاء اسهل في تقبل الافكار واستيعابها. الاشخاص اللي تجاوزوا مثلا 45-40 سنه لا يكون عندهم استيعاب، او لا يكون عندهم مش استيعاب اسف تقبل لتغيير الاراء بسهوله عن الاخرين، لانه خلاص تعود على هذا الشيء. يعني انا اقاربي مثلا كبار السن منهم ممكن يكونوا غاضبين جدا من هذه الافكار، اما الشباب والصغار والمراهقين وكذا، هذول هم الذين يستمعون ويريدون التغيير. الناس تريد تعيش حياه كريمه بس، لا اكثر لا اقل. عندك حل للقشره؟ والله هذا السؤال ما ادري، اللي ساله يستهبل يطقطق يتونس، بس ما عندي حل والله. يعني اتمنى اني اقدر اساعدك. سائل كريم يقول لي هناك مشاكل مع بعض الاشخاص ينتقدون ويوجهون لك انتقادات وكذا وردود. احب ارد، انا استطيع ان ارد على هؤلاء بادب. من يريد ان ينتقدني بادب وبطريقه لابقه سارد عليه بذات الطريقه، ومن يريد ان يرد بتجاوز واسفاف وانحطاط لن ارد عليه بذات الطريقه، بل سأسمعه كلاما لا يطيقه لا يحبه. هكذا هي الامور. ابي تحكي فصلتك في الجامعه بجده يوم تاخر الدكتور عن المحاضره وكيف ردت فعلك؟ صح بتصير معاده بس اغلب متابعيك ما يعرفونها. هو مش الدكتور، هو في جامعه الملك عبد العزيز عام 2007-8 ما ادري. يعني كان عندنا لقاء مع مدير الجامعه اسامه الطيب، و الرجل تاخر علينا، قال لنا موعد الساعه 11، جاء الساعه 12 تقريبا. فلما جاء وقت الاسئله انا اخذت الميكروفون قلت له يا اخي انا قبل ما ابدا الاسئله ابغاك تعتذر لي وتعتذر لزملائي الطلاب. قال لي انا اطرح سؤالك يا ابني شويه اعتذر لك، بس انت اطرح سؤالك. قلت له لا اباك تجاوبني الان، تقول انا اسف لي ولاصدقائي متاخر علينا، ساعه من وقت مين هذه اللي ضاعت؟ لازم تقول اسف. قال لي انا حاعتذر لك بس انت قول سؤالك يا ولدي. قلت له لا، تقول انا اسف لاني تاخرت لانك انت قدوه لهؤلاء الدكاتره كلهم ولهؤلاء الطلاب كلهم، فعليك ان تعتذر. كان هو يعني رئيس او عميد كليه جامعه الملك عبد العزيز، يسمونه عميد الجامعة أو رئيس الجامعة، ما أعرف المصطلح. في النهاية لا اعتذر ولا شيء، ما اعتذر. هذه العقلية الموجودة عندنا خلى المؤسساتي تركيبها فوق طق 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 طق، من الصعب أن هؤلاء يقول لك أنا أخطأت، من الصعب هؤلاء يقول لك أنا أخطأت، ما يقول لك أنا أعتذر أنا آسف لا إحنا حقكم علي أنتم أنا قصرت معليش، لا أنت مين أنت؟ ليش اقول لك اسف؟ وهذه العقليه موجوده عند الاغلب، ممكن نحن منهم. مين انت اقول لك انا اسف؟ مين؟ هذه مشكله. فالانسان المفترض انه كل ما يرتقي درجه كل ما يكون اكثر تواضعا ويكون اكبر تقبلا لاستيعاب الاخرين. هذه القصه باختصار شديد يعني. هل الغربه عذاب؟ لا، حسب ما تعيشه انت وحسب ما توطن نفسك عليه. في ناس يقول لك
والله الحياه برا فله جنه، مش جنه ولا جحيم. تريد ان تحيا حياه كريمه يجب ان تعمل على هذه الحياه، ستجد امورك، ستجد اشياءك، ستجد كذا. لكن الناس هنا انما تبحث عن الاشخاص ايضا، مش اي واحد يقول لك انا بروح اروح. انت عندك تقول انا عندي قضيه لجوء، هارب من قتل، هارب من تعذيب، هارب من تعنيف، هارب من كذا. انت عندك قضيه باختصار شديد. واعتقد انه لما تجي تقارن بين العذابات سجن واعتقال وتعذيب وتنكيل او غربه، ستختار الغربه بكل تاكيد. ما بالك اذا كان في اشياء اخطر من كذا بكثير جدا يتعرض لها الانسان. هل لديك قدره تتكلم عن قصص حب وجلسات ادبيه؟ قريبا ان شاء الله، يعني سنحاول. كيف تبرر شتيمتك لام الحكم امس؟ لا، ما سبيت ام الحكم، انا حطيت نجوم، كتبت يا حكم. عقلك الباطن هو الذي قال انها شتيمه. ممكن انا كنت اقصد اتق الله يا حكم، انا حطيت نجوم، كتبت يا حكم، بس انت عقلك الباطن مبرمج على شيء اخر، مو مشكلتي انا. بس ممكن انا اقول اتق الله يا حكم، الله يهديك يا حكم، الله يثيبك يا حكم، كل شيء وارد. ما هو الوطن؟ الوطن هو محمد بن سلمان. هذا التعريف عند الوطنجيه، هذا التعريف عند الوطنجيه. الوطن ممكن تكون ذكرياتك، ممكن تكون الشعب، ممكن يكون الأماكن التاريخية، ممكن يكون الإرث التاريخي، ممكن يكون الحضارة القائمة. هذا هو الوطن الموجود. ممكن يكون الأشخاص، الناس، الأماكن. هذا هو الوطن. من يحكم الوطن شيء آخر غير الوطن. بس ما نبغى نكثر من هذه الأسئلة، أنا يمكن ألف مرة، بس مو مشكلة. نعيد. لازم الناس تفهم تستوعب هذا الأمر. وانا اعتقد ان الغالبيه اليوم يفهم انه هناك فرق بين الحكومه والوطن. هذا يقول مخاطتك كنت بكرامه كانت شبرين، دحين مسوي انك سياسي، قلت ابن لا اكثر. طبيعي تكون مترين وتمسح في يوم من الايام وتتطور ويتعلم الانسان وينطلق ويثقف نفسه، يعلم نفسه ويمسح خشمه وينطلق في الحياه. فما هي قضيه يعني. من وين ترجع أمك؟ وهل هي أخت الإرهابي فارس بن شويل؟ لا، غير صحيح. لا تقرب له ولا يقرب له. فارس من قرية أخرى ونحن من قرية أخرى. ليش تتكلم فصحى؟ ليش ما تتكلم عادي؟ أحاول أنا أتكلم بطريقة عادية، لكن بعض الناس يمل من هذا. هل تتفرج بثوثك بعد ما تسويها؟ نعم، أحيانا أتفرج يقول إيش أرجع كذا تابع نفسي، وأحيانا أقول لا أحد يوريني شيء، ما أبغى أشوف شيء، إيش كنت أسوي أنا يعني. وأحيانا لا، أحيانا استمع الى بعض الامور عشان في اخطاء، في معلومات ذكرتها، في اشياء قلتها، في نقطه احد قال لي عمر ركز على النقطه هذه، صحح لها، يعني صحح المعلومه وهكذا. فاحيانا انت بحاجه الى يعني ان تراجع حساباتك. لو تحديتك تمر السفاره السعوديه بكندا، الان انا اقدر اطير اخش السعوديه، ما حد يسوي شيء. الدولة تريد أن تثبت أنها دولة الأمن والأمان. وشوف كيف إحنا ما نمسك أحد، ما نسجن أحد. شوف إحنا دولة محترمين، قاعدين نطلق سراح ناس ونفك سراح أشخاص، وأمورنا طيبة وإحنا كيوت وإحنا. هذا الشيء ممكن يسوونه يعني. أنت تمثل طامة سياسية كبرى للوطن، كيف تبغى الناس تكلمك بعيدا عن السياسة؟ كلمني عن الحب والرومانسية أعطيك. شعر وجهك يجيب لي الحكه. والله هذه احد بعض الاشخاص قال لي فعلا عمر خفف. وكنت انا قبل شيء في الصالون، ففي واحده جالسه تحلق، فقلت لها خففي لي الدقن. قالت لي نو لوكس جود اون يو. قلت والله. قالت لي يس طالع حلو. قالت لي خلاص خليها، والله ما اشيلها. فكيف اشيلها يعني؟ طيب ايش حجمك الان يا عمير امام اقرانك؟ ما أهم شيء يقول لك رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. يعرف الإنسان قدر نفسه، ولا يطغى ولا يتكبر ولا يضر الآخرين، لأنه هذه كارثة إذا تحول الإنسان إلى 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 مجرم يضر الآخرين وتكبر ودخل فيه. يصيب الإنسان نوع من العجب أحيانا حينما تقول أوف شوف أنا صحيفة كذا تتكلم عني، صحيفة كذا تتكلم عني، قناة كذا. يعني أمس السينين جابين مقابلة، جابين يتكلم أنا في أول خمس دقائق وفي آخر خمس دقائق وزير الخارجية الأمريكي على CNN في كل مواقع. الإنسان وقات إذا لم يلطف به الله قد يدخل في نفسه العجب ويقول أوه والله. لكن ما تنسى إيش الهدف الرئيسي من أجل هذه القضية.
لا تنسى أن في أشخاص قدمت أرواحها من أجل هذه القضية، لا تنسى أن في أشخاص اعتقلت، لا تنسى أن في أشخاص عذبت من أجل هذه الأمور. فهذه النقطة مهمة جدا. واضح أنك مو مستوعب قديش أنك كبت أهلك وخاشبجي بسافة الشرائح وتضحك كمان وواجه الحقيقة. ما عندنا معارضة صحية، أنت أولهم، ولا يهون فلان الفلاني وفلان الفلاني. ذكر أسماء أشخاص، إذا سوريا بخلفيتهم العريقة يوم انقلبوا على بشار طلعوا فشوش، أجل وش تقول عن الشعب؟ فلان شتم الشعب السعودي، يعني حط شتيمة للشعب السعودي. شوف، الدولة حينما تكون مصابة بحالة من الخوف والقلق والاضطراب، إيش اللي خليك تدفع 55 مليون دولار لإسرائيل؟ شركة إسرائيلية عشان تتجسس؟ ما هي الأسرار التي يخبئها فلان وعلان؟ يعني إيش الشيء اللي يخوفك؟ إيش الشيء اللي يخليك تعيش حالة ذعر ورعب؟ ما في شيء حبيبي، ما في شيء. الكلام كله اللي قاعدين نقوله في الجروبات والله نقوله هنا. صح أنه أوقات أستخدم بعض الألفاظ مع أصحابي وأصدقائي لما نكون بيننا بين بعض، ما أخفيكم سلام، لا أريد أن ألعب دور القديس. يا ما أكون مع أصحابي الشباب نستخدم لغة أخرى، يعني لغة زائد 18 أوقات باختصار، ما هو شيء وفاخر به، بس هذه اللغة الرائجة بين الشباب. ما يمديك تتكلم وتقول هذا هو الشيء الوحيد يعني، لكن نفس الآراء، نفس الآراء ما حيتغير شيء فيها ولا يتعدل في شيء فيها. فما هي حالة الخوف والرعب الذعر اللي تعيش الدولة؟ إنه إيش هذا؟ خلينا نخترق جهازه، نشوف، نسمع، نشوف كذا، خلينا نعدل، طب خلينا نبدل ويدفع. ليش 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 يا حبيبي؟ الأمر بسيط جدا، قل لي إيش تبغى أعطيك الجواب. والله ما عندي شيء، أمسح بعض الصور الشخصية بس، لا أخذ ولا أقبل. هل شتم الحكام وغيبتهم تجوز شرعا؟ أنا ما أحب أشتم، الشتم لا ما أحب أشتم أشخاص، يعني يا ابن الكذا، يلي في كذا، يلي أمك كذا، يلي كذا، أو القذف في الأعراض، هذا لا أحبه أبدا، حتى مع خصومي وأعدائي أبدا. وأشمئز وأغضب حتى لو كان شخص يمثلني أزعل منه أو يمثل أفكاري وآرائي ويشتم ويسب، هذا شيء مقزز. ما أنت محتاج أنك تصل إلى مرحلة السب والشتم، لكن غيبة الحكام تجوز. كان في بيت شعر والله ما يحضرني، مسلسلات أجنبية، تابع كل المسلسلات الأجنبية، تابعت بريكنج باد، تابعت بريزن بريك، تابعت ناركوس. ناركوس في يذكروني يوم من الأيام بسوي لكم بث تحديدا عن ناركوس وعن بابلو سكوبار، وكيف أنه في، طبعا الأغلب ما نضحك على بعض، كأن الأغلب متعاطف مع بابلو، مع بابلو لما مات ولما قتل، وكان رغم أنه الأعمال اللي كان يرتكبها، لكن كيف أنه إحنا قاعدين نشاهد ونستمتع، كيف أنه إحنا مبسوطين، وبعض حزن لما قتل بابلو. في ناس كانت ما تتمنى انه يتم اغتياله، وفي روايات تقول انه هو اعدم نفسه، يعني حسب كلام ابنه تحدث عن والدي وقال ان والدي كان يعلمنا طريقه قتل انفسنا، فهو الذي قتل نفسه. والروايه التي ترددها السلطات الامريكيه او الروايه الامريكيه روايه غير صحيحه. هذا عن بالنسبه لناركوس. في كمان من ثرونز، بس شويه في اشياء كانت زايده عن حتى كان يقدرون يدون المسلسل من دون في من دون كثير من المبالغات الموجوده. ايش في كمان مؤخرا؟ كنت اسوي بحث قصير عن الدراما التركيه بس عشان ادون بعض المعلومات. تابعت كثير من المسلسلات التركيه، كم مسلسل اسمه انت وطني، في مسلسل ما تابعت ارطغرل، تابعت مسلسل اخر اسمه كوت العماره، في مسلسل اخر، مسلسلين عن المخابرات التركيه. فكنت اعمل تدوين دراسه مصغره عن الدراما التركيه وكيف يريد الاتراك تسويق هذا، يعني هذه الحكومه السعوديه ما تقدر تطلع عن السياسه، تلف وترجع. كيف ان الاتراك اليوم جالسين ينشرون البروباغندا الخاصه فيهم عن طريق المسلسلات، قوة تأثيرهم عليه. كم في سعودي سعودية تابعون المسلسلات التركية، سواء المسلسلات الخاصة قصة عشق، مدري قصة حب، مدري بالعشق والحب والهذا القصص حقتهم، أو التاريخية أو الدرامية أو الأكشن منها. في شيء اسمه جديد اسمه الحفرة أعتقد. كم سعودي تابع؟ كم سعودي تابع؟ كيف هذه الأفلام والمسلسلات جالسة تخترقك اختراق؟ لأنه هو بكل بساطة جالس ينشر لك الدراما حقته، يروج لك الأفكار حقته، يعطيك هذه المعلومات. وعلى فكرة حلقة واحدة بألف خطبة، حلقة درامية مصورة في الأفلام وفي هذه قوة السينما والدراما، هذه قوة. بس عندنا إحنا شنو؟ إيش ال قناة سعودية الله يعني قناة سعودية 24 تحسهم كذا شباب متقاعدين في مكتب عقار جالسين، باقي لهم طفاية وسجاير. مع حبي وتقديري لأصحاب مكاتب العقار المتقاعدين. فهذا الأتراك، شوف كيف الشغل، ناس تصرف مليارات
على اساس انه ينتج دراما اعمال دراميه. طب يا اخي سوي انت ايش قدمت اعمال دراميه؟ راح جاب لك العاصوف رقاصة وواحد ولد ابن حرام انه لقيط ما عارفين هو مين ومش عارف ايش، وانه هذا ابن حرام يقولون لا هذا ما نعرف مين من هو ولده من هو مش عارف ايش، المسلسل يدور على هذا الكلام. هم يجيبون لا احنا تاريخنا احنا الابطال احنا الاقوياء نحن العظماء، والبطل اللي يكون عثماني ولا يكون تركي من الجيش التركي خارق زي افلام هوليوود. احنا نجي نجلد في تاريخنا القديم عشان نروج لافكار جديده اليوم بالاساءه الى تاريخنا والى ذواتنا والى افكارنا، وهم ينمعون نفسهم. وتفرج تلقى اشخاص يقول الله يلعنك يا اردوغان، تلقى لك انت قاعد اخر الليل سهران على فيلم تركي او مسلسل تركي مبسوط جالس، ما هو داري انه هو جالس يتشرب هذه الافكار حلقه ورا حلقه. يعني عندي واحد من الشباب كان عنده موقف حاد كذا يكره الاتراك لله في الله، يكره الاخوه قال الاخوانجيه والاخوانجيه واردوغان. شويه شويه تابع ارطغرل، شويه شويه بدا يتابع المسلسلات هذه، شويه شويه يشغل لي الاغاني حقت هذه حقت ارطغرل طالع فيه. قلت له مين الاخوانجي انا انت؟ حماس شويه شويه بيروح يشتري، شويه شويه يتكلم تركي. كل هذا تاثير انغسل مخه، غسيل مخ غسيله قوي كمان، هذا عن طريق الدراما التركيه. انت ما عندك شيء. فهذه الافكار المسلسلات هذه الافلام الموجوده الناس تسوق لها، وفيها صناعه كبيره جدا، فيها صناعه كبيره جدا، وجالسين يهيئون نحن جيل الابطال القاده المفكرين المخترعين اللي نقضي على الخونه، واحنا اللي ننصر المستضعفين، واحنا اللي هذا كله ترويج ودعايه. فين البروباغندا حقتك؟ ما عندك شيء، عندك تلميع لشخصين ثلاثه في الدوله بس، قيمه اخرى لا تقدم شيء. هذا بما ان الاتحاد نادي ديمقراطي وشعبي وفي حزبين، سؤالي انت مع العتارسه ولا المطانيخ؟ انا ما احب لا عتارسه ولا المطانيخ، بس افضل رئيس قدم الى نادي الاتحاد ومنصور بلوي. تحب تكره وقدم افضل رجل جاء ونقل الاتحاد، جاء قال سانقل الاتحاد الى العالميه ووصل الاتحاد العالميه. عندك شيء اخر منجزات اخرى اعظم من هذه المنجزات خبرني عنها بس. مع ما ادري هو الرجل متورط في الريدس، متورط في قضايا فساد، متورط في كذا، هذا امر اخر انا ما اعرف عنه والله، ما استطيع ان احكم عليه، ولكنه افضل انجاز وافضل رئيس قدم الى نادي الاتحاد وقدم في بطولات ونقل الرياضه السعوديه الى مرحله اخرى، لانهم كانوا يتكلمون عن فكره التكديس، تكديس النجوم. ترى متابع كوره باحترام، كنت اشتري جريده الرياضي بعد صلاه الفجر ايام 2004 2005 بعد صلاة الفجر، وأتابع معسكر الاتحاد اللي كان في إيطاليا وأشوف الأخبار وأروح المدرجات من الساعة 12، الآن تنظفتوا صار عندكم ملاعب حلوة وشغل والله عز حكومة وأقول لك عندكم مطاعم وكافيهات، وين يا ما نقعد في الشمس وصبوا واحد يفصفص عليك والثاني يرمد فوق راسك، واحد حالة. الآن صار في شغل نظيف والناس تروح قبل المباراة مدري كم دقيقة تحضر وتجلس والجلسات وعوائل وشغل نظيف، الناس معطه تجي انت الساعه 12 تمسك السره وما تخش في النهايه وقعت الا بواسطه. فهذه افضل انجاز وافضل رئيس، افضل رئيس كره قدم قدم الى الرياضه السعوديه كره قدم في المملكه العربيه السعوديه منصور بلوي، حقق انجازات لن يستطيع احد ان يحققها. مرتين دوري ابطال اسيا متتاليه صعبه، والعالميه صعبه قوي. طيب انت تشجع عالميا؟ اشجع عالميا ريال مدريد، وأشجع ممكن هذا شيء غريب، أشجع مورينيو. يعني لما مورينيو يلعب أي ضد أي فريق أشجع مورينيو. يعني مورينيو لو يدرب مانشستر أنا أشجع اليوم مورينيو، أشجع مانشستر. لو مورينيو يروح مثلا تشيلسي أنا أشجع مورينيو، وأشجع كريستيانو رونالدو لما يروح يلعب. يعني تعرف على نفس جو الشبيحة يعني، لكن هذا لا يعني إنه أنا أشوف إنه بعض الناس يقول لك ميسي ما يعرف يلعب أو كذا. هذا الناس اللي تتكلم في هذه الأشياء مبالغة عندها، وفي نوع من التعصب يعني. اللي يتكلم عن كريستيانو رونالدو او ميسي ومتعصب، يعني اللي ينتقدهم ويقول انه هذا لا يفقه يلعب، هذا تجي معه صدفه. ما في شيء اسمه صدفه 15 سنه يا رجل، من 2005 وهذول شغالين حرق لا اله الا الله. يعني تحديدا كريستيانو رونالدو ما في شيء اسمه صدفه، الصدفه تجي مره مرتين ممكن، بس مستمر على نفس الاداء. ما ادري الان في جوائز اصلا افضل لا حد يطلع من البث، لا حد يروح يتابع البولندور هذه ما ادري اسمها، جائزه افضل لاعب في العالم ما تدري مين يفوز فيها. بس هؤلاء اشخاص عندهم صنعة. ونكرر النقطة، اعطي الشيء كلك يعطيك بعضه. هذه ناس تنام الساعة 9 الليل 10 الليل الساعة 5:30 وصاحي مستيقظ
يروح يفطر عشان يخش يتمرن عشان يروح بعدين التدريبات الجماعية مع النادي، ما جاب الشيء في يوم وليلة. هذه الشخصيات يعني لما تشوف شخصية ميسي ورونالدو تصفق له، اسأل نفسك سؤالا، ما الذي يصنع من هؤلاء النجوم نجوما؟ ما الذي يبقيهم على هذا المستوى؟ عندنا النجم يطلع سنتين سقوط، أغلب النجوم كذا. وأحب نشيد بحسين عبد الغني، يعني ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، كاحترافية وكلاعب كرة قدم بالسن وبالعمر وبالعطاء هذا، بعيدا عن العنف اللي عنده، أوقات عنده عنف وعنده ممارسات وكذا، لكن منضبط. هذه الانضباطية الموجودة. كان في واحد لاعب سلة يلعب في أحد، اللهم صل عليك، اسمه محسن خلف، محسن خلف كان يلعب في أحد سلة، اعتزل عمره 45 ما شاء الله تبارك الله، وجايب بالدوري 12-13 مرة تقريبا. سعودي محسن خلف كان يلعب في أحد، نجم حافظ على، بس ما في، احنا ما نقدر للاسف، رياضتنا لا تقدر هذه الاسماء. محسن خلف خدم نادي احد وخدم الرياضه السعوديه، لكن لم 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 يدعم احد. اسطوره من الاساطير، يستمر باللعب الى 45 46 سنه ويؤدي كل هذه الابداعات، لكن لا يوجد تكريم، لا يوجد احد يكرم هذه الشخصيات. طلال مداح محمد عبده، انا احب طلال مداح واحب استمع محمد عبده، محمد عبده فنان ايضا، بس احب اغاني طلال. وواحد سألني أيضا يقول ليش أحسن أغنية وطنية، أفضل أغنية وطنية وطني الحبيب، وطني الحبيب وهل أحب سواه، روحي وما ملكت يداي فداه، لأن الأغنية ما فيها تطبيل، ما فيها يتكلم عن الوطن، ما يتكلم فيها عن شخصيات، ما يتكلم فيها عن باستثناء طبعا حديث عن في مكة، في طيبة، في مكة إيش يقول، في مكة حرم، لا نسيت هذه والله ما أعرف الى اخره طبعا. فطلال مداح هو الافضل، ثم بعد ذلك ياتي محمد عبده، لكن عربيا في مع فارق احترام الشديد لهم في من سبقوهم من الاجيال الماضيه، وفي اشخاص اكثر انفتاحا وابداعا مثل كاظم الساهر على سبيل المثال، اسماء المنور على سبيل المثال، عندهم اصوات قويه جدا. في واحد مغربي هو يغني ما بين الاسلامي الى الطربي اسمه رشيد غلام، صوته ايضا من الاصوات القويه، هذا كمغني. في اشخاص اخرين يمكن ما يحبوني اقول اسمائهم، واحب استمع لهم ونقلت لهم اعجابي بهم. ملوخيا نسوي لكم ان شاء الله في يوم من الايام كذا، هذا بث جديد حصري. الله في نفسي ايش اللي بلشنا في هذا الحين. فهذول بالنسبه لي للمغنين والفنانين. فلما يجي واحد يقول لك انا بحضر حفله الفنان، تحضر حفلة، تحضر محمد عبده، الحفلة منطقي، وحش على المسرح، أداؤه على المسرح مثل أداؤه على في الاستوديو. في ناس ما يقدر يغني إلا على الاستوديو، محمد عبده قادر إنه يغني على المسرح ما شاء الله تبارك الله، هو واصل هذا العمر يعني. بعيدا عن فكرة الرسول السعودي ومن يعرف إيش وكذا، لكنه يبقى ضخم عملاق على المسرح، كاظم عملاق على المسرح. أنا حضرت كاظم مرتين يغني في المسرح زي كأنه يغني في الاستوديو، كان يغني الأغنية أول مرة بدون نشاز، بدون غلط، من دون اختناق في الطبقات، من دون، كان صح إنه يكرر الأغاني في حفلاته كلها يعني بنسبة 95%، لكن يؤدي أداء وحش. ولا تنسى شخصية كاظم الساهر على سبيل المثال، هو كفنان رجل يهتم بصحته، يهتم بالرياضة، يهتم، ترى عمره ما أدري يمكن 60 الآن، 60 سنة، اهتمام بالصحة والرياضة يعطيك حضور وأداء أكبر، بحيث أنك تخرج وتظهر تأدي بشكل أقوى بكثير جدا. ما هي دراستك؟ أنا أدرس. واحد سألني قال لي لا تتكلم في القضايا الاجتماعية، من تحدث في غير فنه أتى بالعجائب. قلت له شكرا جزيلا لك، وأنا أدرس علوم سياسية وعلوم اجتماعية، اثنين في واحد، يعني ما أدرس تخصص واحد، أدرس دبل ميجر. لكن بعد اللي صار هذا السمستر أنا قررت أني يعني I dropped في السمستر، يعني سويت إلغاء، حذف، سويت حذف للسمستر، ما أقدر أركز، ما أقدر أركز، اعتقالات، قمع، ضرب، كهرباء، تغريق، قتل، مناشير إلى آخره، فهذه أشياء مخيفة. عمر أنا أرى أنك أنت من فترة طويلة وأنت في فندق، قال هذا صحيح، نعم أنا في فندق الآن، هناك جهة ما قالت لي أنت قد تكون عرضة لخطر، فعليك أن تبقى في هذا المكان الآمن بعيدا عن كذا وكذا. ولا أنا وحشني شخير الشباب، عشان كذا أجيبهم كل يوم هنا أقول لهم ناموا، عشان ما صرت أقدر أنام إلا بشخيرهم، متعود على الغلب والفقر، ما أقدر أرتاح، لازم أسمع شخيرهم somewhere، يعني إذا ما سمعت الشخير ما يجي نوم.
فيمرون علينا الشباب ما بين فترة وأخرى. أتحداك ما تتكلم عن السياسة، هذا لا أستطيع. ما تخاف إنك من اللي قال الله سبحانه وتعالى فيهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله قوية هذه جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا منهم وما يجعلنا من هؤلاء الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. يشهد الله علي أنه ما أقوم بما أقوم به إلا أمنيتي أن أرى بلدي في خير. لذلك أشفق على هؤلاء المطبلين أو الأشخاص اللي هاجم أو اللي كذا، أو خصوصا اللي بعضهم الفترة الأخيرة أنا مسوي أنه قافط أو أنه انظروا لقد افتضح الأمر CNN وقد كانوا. يا أخي كنتم كل يوم تشتمون الرجال أبو صلاح، والله أنت يا الخشقجي، أنت يا الحضري، أنت والله يا الطرش، لا ندعسك دعس ولا نسوي بك ولا نقطعك ولا. وحذفوا تغريداتهم، جلست أسوي لهم رتويت أنا في أول الأيام. كيف تبغى الرجل يرد عليك؟ أنا بالنسبة لي تقول لي أمك أقول لك أمك مثلا، ما أنا بقول نوع سب يعني، أنا عادي بتحمل أستمع لهذا. في جيلي الشباب يستخدمون نفس هذه الألفاظ، بس واحد أولموست 60 سنة يعني لما كان يتعرض لهذا السب والشتم وكذا. ويشهد الله أنه كان يقول لي، وفي محادثات يعني باقي ترى، باقي في أفلام عجيبة ندلعكم آخر دلع، كان يقول لي الهدف هو أن نعلم الناس كيف يحبون الوطن. هل هذا الرجل يقتل؟ هل هذا الرجل يعامل بهذه الطريقة؟ ترسل له 18 شخص ومسوين أبطال عليه وتنزعون ثيابه وتنزعون كذا وتقطعونه هل كان يستحق الأمر كل هذا؟ فإيش السر اللي تكشفه عني؟ كنت شغال في النحل لي وشغال في النحل اللي قاعد أقول للناس لي شهور ترى يا أبوي ما في شيء سر، إنهم يخططون لي زعزعة الرأي العام. أنا وزعزعة من الوطن؟ أنت أمنك ضعيف إنه واحد يزعزعهم؟ عليش أنت أمنك ضعيف إنه في واحد يزعزعه حسابات في تويتر؟ أنت هش لهذه الطريقة؟ معناتك ضعيف، معناتك غير قادر على إدارة البلاد، خايف من رأي، خايف من فكرة، خايف من صوت، أنت ضعيف، أنت هش. سيب الأهلي في حاله. لا شوف الأهلي يعني أهلاوية، لازم كيف أقول لك، أي فريقين في مدينة واحدة لازم يكون في مناكفات وكذا وكذا بينهم، بين الاتحاد والأهلي، وطبيعي جدا. ولن يكون للاتحاد أصلا صيت وسمعة إذا لم يكن الأهلي موجود، ولن يكون للأهلي صيت وسمعة إذا كان الاتحاد موجود. يعني الأهلي لما يروح آسيا مسكين إيش يقول لهم؟ أنا من جدة. يقولوا له إيش هي جدة؟ يقول لهم أنا من المدينة اللي منها الاتحاد. فكذا يعرفونه. هذا الطريق الوحيد اللي يعرفون الأهلي فيها، يعني حرام. تخيل لو قال لهم أنا مثلا، يقول مين؟ يقول لهم أنا من الطائف. يقول ليش الطائف هذه؟ بيرجع يقول لهم الطائف مدينة في السعودية. يقولوا للسعودية اللي منها الاتحاد؟ يقول مين الاتحاد؟ يقول نحن نسان عرفناك. فهذه كذا تستفيد منها. هل فكرت ترجع السعودية لو حصلت على ضمانات؟ ما هي مشكلة، أنا أرجع السعودية إن شاء الله بكرة على يدك، لكن تكون البلد في حال وفي خير وفي نعمة وفي عافية وفي صحة. ما أبغى أقضي عمري في سجن ولا في اعتقال ولا في تعذيب ولا أفتتن ويضغط علي أصير مطبل. ترى يا جماعة، وهذا جزء ما يخليني هاجم كثير من المطبلين. ليش؟ في كثير من الأشخاص يقول لي عمر شوف هذا يطبل، شوف هذا. ليش؟ لأني أعرف أن هذا المطبل مضغوط عليه. والله يا جماعة تجيهم الرسائل أوامر على الواتساب مساكين، فنخف شوية على هذول المطبلين، خصوصا الحسابات الموثقة، المشاهير، الفنانين، النجوم. ممكن طقطق شويتين نعم، لكن ترى تجيهم ضغوط، تغرد بالشيء الفلاني، عاجل اكتب عاجل، ما مسكين ما يقدر. وما اطلب من عبد المجيد عبد الله مثلا هو واقف امام مرايته وينتحر شخصيته انه مثلا يصير مناضل، ما اطلب منه هذا الشيء. الرجال جالس على سجادته مسكين، وهذه كما اعطت وجه. طيب شكرا لك في ننتظر بث غير سياسي. فما تقدر تطلب من هؤلاء انه يكون غير مناضل بحياته، لكن في اشخاص يقدر يسكت. ايوه هذا اللي يقدر يسكت لكنه يتكلم، الله كانه بيد المغرب باقي شوي. هذا اللي يسكت لكنه قاعد يتكلم مبسوط، هذا يتحمل مسؤوليه. ليش تطبل؟ تبغى الفائده، تبغى الزلط، تبغى العسل، لا تتحمل الاسعد، تتحمل التبعات. وزني 60 وطولي 156، هل الطول مناسب مع الوزن؟ ايش دخلني انا؟ ما ادري. الدراجة تنزل وزنك يا ابوي؟ احد قال لك اني انا دب ولا يعني سمين او ما اعرف؟ في تغريدات
كيف اجعل وزني مثالي؟ ما ادري. انا دخلت هاشتاك ثاني، اسف. طيب، لماذا الغرب اكثر تمسكا بالقيم الاخلاقيه اكثر من المسلمين؟ اوف، سؤال خطير هذا، ما ادري انت كيف حكمت، لكن في روادع تردع الناس، يا دين يا عرف يا قانون يا عادات وتقاليد مثلا. فلما تغيب هذه كلها، في حين واحد يقول لك انا لا اريد ان اسرق لانه ديني يمنعني، الشخص المؤمن يقول لك نعم انا لا اقوم بارتكاب هذه الجنايه لانه ديني يمنعني. هذا تبرير، تقول له ايه وانت لو ما في عندك دين بتسوي كذا؟ يقول لك ممكن اسوي كذا. فهذا في رادع عنده، رادع من الروادع. هنا عندهم رادع، رادع القانون. هذا الرادع يوقف كثير من الاشخاص. خلينا نشوف هذه المجتمعات كيف تعيش من دون قوانين، لأن القانون يمر على الجميع، يجعل الجميع تحت حكم واحد. فهذه الروادع هي اللي تحافظ على هذه المجتمعات. لكن عندنا لما تغيب الروادع كلها، يصير الدين لا يلعب دور مثلا رئيسي، فيصير في باقي الاعتماد على الأخلاق، على العادات، وباقي على القانون. قانون مفعل بقوة، فيحصل خروقات، وخروقات كبيرة جدا. فممكن انا اذا انا وافقتك في كلامك، ممكن اقول لك حينها نعم الغرب اكثر تمسكا ببعض القيم الاخلاقيه عنا، يعني مثلا قيمه الغش، السرقه، الغيبه، النميمه، ترى عندهم هذه يا جماعه. ما بقول لكم مجتمعات فاضله، لكن تقل خصوصا في بيئه العمل عندهم، لا ناس عمليه جدا. في حاجه عندنا افضل من هنا من كندا، اهم شيء عندنا وهو الغير موجود في الأسر أو في المجتمعات الغربية، قيمة الأسرة. قيمة الأسرة. لذلك بعض الناس يقول يا أبوي أنا أسرتي قاعدة تذلني وتستعبدني وتضربني وتظلمني وتأخذ حقي، والديني مقيدين وكذا، فيفقد هذه القيمة، تتساوى عنده الحياة هنا وهناك. لكن قيمة الأسرة، ما زالت الأسرة تلعب عندنا فيها دور كبير. الأسرة، أتكلم عن الأسرة الأولى، أمك، أبوك، أخوانك، أخواتك. وهذا المناسبة أوجه لأخواني وأخواتي وأمي وأبوي تحية إذا كانوا يستمعون هذا البث. وإيش رأيك بالثوب يا عزة؟ مبسوطة؟ طيب، هل تواجه عنصرية في كندا؟ ما قد تعرضت لأي موقف عنصري في كندا خلال 9 سنوات عشتها. موقف واحد، دخلت المترو، كان في شايب يتكلم فرنسي، فما عرفت أكلمه بالإنجليزي ولا عرفت، فطالع فيه كذا قال لي أنت هنا في كوباك مفترض أنك تتكلم فرنسي، وانا قاعد بساعدك انك تتكلم فرنسي، بدلك على الطريق، بس المره الجايه اذا شفتك وجيت سالتني ابغاك تتكلم معي فرنسي. فانا حس في خاطر شويه هذا الكلام، هذا الموقف الوحيد اللي صار. اما قضايا عنصريه اخرى، ما اذكر اني تعرضت لموقف عنصري يجعلني مثلا اقول اوف هذول عنصريين وكذا. العنصريه اكثرها بيننا احنا ابو عريب، هذا يقول لك شوف تبع البول البعير هيدا اللي سعودي لبناني، وهذا السعودي يقول شوف اللبناني ذا اللي فيهم ويخطيهم وخلك على هيفا وهبي وهكذا. تكون بيننا احنا العنصريه بين العرب نفسهم. اول ما جيت كان في 2009، كان تذكرون مباراه مصر والجزائر اللي سجل فيها حليش، اعتقد رفيق حليش سجل فيها هدف كاس العالم 2009، تصفيات 2010، اللي مضارب وعمره دي بيصيح وتربونا قتلونا مش عارف ايه. تذكرون المباراه دي؟ كنت دوبي واصل كندا في نوفمبر 2009، يوم 17 نوفمبر وصلت انا، واشوف الدنيا مقلوبه والشرطه فيش. قلت ايش فيه يا جماعه؟ فين الامن والامان؟ مباراه بين الجزائريين والمصريين وكابسين في بعض. فالعنصريه بيننا احنا العرب للاسف. كنتاكي ولا ماكدونالدز؟ والله هذا السؤال تساله وانت في السعوديه والبيك عندك، تقول كنتاكي ولا ماكدونالدز؟ يعني استعجب صراحه. واحد يقول انت تسوي دعايه للبيك، البيك مش محتاج ان تسوي له دعايه، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مش محتاج ان اسوي له علمانيه. واحد سالني عن العلمانيه هنا، مش محتاج ان اسوي له دعايه. هل لدى عمر طاقه طيب جاوبنا هذا السؤال. ما هو ردك على من تطلب اللجوء وتهرب من اهله؟ ما تعرف ظروف الناس، لا تعرف ظروف الناس. قضيه من القضايا وقفت عليها بنفسي، امرأة ستينية بحيلة ما، ستينية بعمر أمي الله يحفظها، والله يحفظ والدينا ووالديكم جميعا. هذه الإنسانة
استطاعت أن تهرب مع السعودية مع ابنها حينما بلغ 18 سنة من عمره، تهرب من زوجها ستينية. تتوقع أن واحدة في هذا السن كانت تلعب أو تعبث؟ أنا كنت جديد في هذا الأمر، ما أعرف ما أعرف ما أعرف ما أعرف معناته. أنا حسب الناس كلهم زي بيتنا، يعني أبوي إذا صرخ على واحد ولا جاب يضرب واحد وكذا في النهاية يحزن في الليل ويأخذك ويدلعك ويحضنك ويبوسك ويقول لك أنا آسف. ما أعرف أحكم على بيتي أسرتي، ما أعرف إيش يصير في الأسر الأخرى. أقول معقولة في النهاية امرأة بعمر أمي يطلع صورها وتعذيب وآثار تعذيب وتقارير طبية وحروقات في اليدين في الذراعين من زوجها لأنها يتيمة منزوعة الشجرة أو مقطوعة الشجرة، ما عندها والدينها أموات وأخوان، وما عندها أخوان وأخوات، عندها قريب بعيد. فاستفرت بها هذا الوحش الخسيس، ولم يقدر أنها أم لأطفال، ولم يقدر أنها إنسان قبل كل شيء. إيش تباني أقول لها لما تجي تطلب مساعدة وغوث؟ إيش تباني وقتها أرد عليها؟ ما هي الطريقة التي تريد أن يتحدث معها فيها؟ لما يجي إنسان يتعرض لظلم وقمع وبطش ويطلع لي تقارير طبية ويقول لي أنا تعرضت لكذا وكذا، واحد يقول لي أنا، واحد تقول لي تعرضت لاغتصاب، واحد تقول لي أنا تعرضت تحرش، واحد يقول لي أنا حاولت الانتحار عدة مرات، أدخل واختبر وامتحنه في حياته؟ هذا أشبه بحال غريق يغرق في البحر وأنا أقول له إن للمتقين مفازة أكمل. هل هذا أسلوب أخلاق؟ هل هذا حتى يا من تحدثني عن الدين، هل هذا من الدين بشيء؟ ليس للدين علاقة بهذا أبدا. ما تشتاق إلى مكة؟ والله أشتاق إلى مكة، واشتاق أكثر إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، على ساكنها أفضل صلاة وأتم تسليم. إيش في قصيدة جميلة؟ أيها المشتاق لا تنامي. طبعا هذه كان يقولونها زمان الحجاج اللي كانوا يأتون من منطقة ذي سلم وهم على طريقهم المدينة. هذه أنوار ذي سلم عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم. اللهم صل على النبي. طيب، هل ما زلت مستمر في تدريس اللغة العربية؟ لا، لأنه صار في مش مشكلة وإنما صار في تعارض في التوقيت وأسباب أخرى فتوقفت. لأن كنت أنا أحب أدرس اللغة العربية للأطفال، يعني كنت أدرس أطفال ما شاء تبارك الله أمهم مغربية وأبوهم لبناني، أربع أطفال بنتين وولدين صغار كذا كتاكيت، الآن صار ما شاء الله طول مني، الكلام هذا قبل 5-6 سنين. وتعلم اللغة العربية بسرعة عجيبة، لأنهم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. وألقي تحية على أمهم، ممكن أنها تتابع الآن، لأنه عندهم أم بألف قبيلة. هذه الأم، بس خلونا نذكر هذه النقطة، وطبعاً أنا لا أطالب أحد أن يؤدي هذا الدور، لكن هذه الإنسان تريد لأطفالها، قالت أنا أريد هذا يخش في هارفارد، أبغاه إذا يكبر تحط في باله طموح، وهذه أبغاها في بوسطن، وهذا أبغاه في إكسفورد. بنتها الآن تدرس في إكسفورد أعتقد، على وشك تخرج. فهؤلاء الأشخاص هذه النوعية جلست أولادها يتكلمون إنجليزي فرنسي إسباني لغة رابعة ألماني أو إيطالي اختياري، قالت بس ما يتكلمون بلغة القرآن، أريد تعليمهم القرآن الكريم، أريدهم يقرؤون. حست بهذا الألم، حست بهذا النوع. فلما تعلموا وبدأ الولد الصغير الله يحفظه بدون ذكر اسمه بدأ يقرأ وكذا، كانت تبكي من الفرح إنه قاعد يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فرحانة جدا. كان هذا من أحد أجمل الأشياء، المشاعر اللي عشتها إني أخلي إنسان يستطيع أن يتحدث باللغة العربية في يوم من الأيام، كان شعور جميل جدا. سمعنا شعر كتبته، بعدين نعطيكم أشياء جميلة جدا. صحيح طالب مدلل في الجامعة لكن مع المسيرة الأخيرة مستمرة، لأن سحبت أجبت على هذا السؤال. نعم، أنا أقصر في سناب شات وفي غير مواقع التواصل، نعم، لأسباب كثيرة جدا، لكن أحاول دائما وأبدا أن يكون إن شاء الله على تواصل معكم. إن كان في أحد زعلان مننا نعتذر إليه، إن كان في أحد قسونا عليه، خي طارق حبيب قلبي والله ما عندي شيء بيني وبينك، يعني لا تزعل مني،
واذا زعلان مني حقك علي، انا اسف. واذا تحب الملك سلمان حبه يا اخي، بس انا مالي علاقه في الامور هذه. اشكركم جميعا على حسن المتابعه، اشكركم على حسن الاستماع. هذا يقول لي هل بتفكر بالزواج وتكوين حياه اسريه؟ في اجل اقعد لك كذا قاعد كذا انت زواج مشكله يعني. لا تخلي الموضوع تنعرف انت وياه. ارجوكم خفوا من الاسئله هذه، اكيد حتزوج ان شاء الله، بس ادعوا لي ان ربي يسر الامور. شكرا لكم جميعا، ان شاء الله استمتعتم معنا في هذا البث المتواضع، و تحياتي للجميع، القاكم على خير، كونوا احرارا. السلام عليكم.